السلام عليكم يا شباب، معكم محمد الحمد مغاتي اميزن جيمي. اكم فيديو جديد. هذا الفيديو الاسرار في ماب نيوكتاون الجزء الاول. طبعا خلينا نبدا. هم ثلاث اسرار في هذا الماب، في بعضهم حصلتهم من جانب وبعضهم بروح انا مكتشفنهم. فخلونا نشوف. اذا تبون جزء ثاني اضغطوا لايكات، راح اسوي لكم جزء ثاني على طول اذا حصلت اكثر من 10 لايكات او اكثر من 15 لايك. فاول شيء في البيت الاول، طبعا هذا البيت، اذا جينا هني راح نحصل الدمى. هالدمى كانت موجودة في ماب نيوكتاون بلاك اوبس 2 اللي كانوا يوقفون مكان هيل. اللاعب بلاك اوبس 2 راح يذكرهم. وهذا السر الاول. السر الثاني، اذا جينا هني راح نحصل سيارة اللي كانت موجودة بعد في ماب نيوكتاون بلاك اوبس 2، هذه يعني شيء مو بغريب، شيء حلو انه يسيبون ناس مجسمات صغار ويحطونها في اللعبة. وهاي الدمى وهاي السيارات. الحين في شيء هني بعد، اذا جينا هني وسوينا زوم راح نحصل ميدل ايست صورة مسجد. طبعا ما في اي شيء، ما في سائل المسلمين او شيء، هم بس يقولوا كان حالة الطقس وهالاشياء والاسهم في الدول. وحاطين الميدل ايست، حاطين صورة مسجد، وانا اعتقد الربع الخالي، وهني ما ادري. فبس هذه ثلاث اشياء الموجودة هني في ماب نيوكتاون الجزء الاول. اذا تبون الجزء الثاني راح اسوي لكم، راح يكون في البيت الثاني، في هذا البيت. اذا تبون الجزء الثاني اكتبوا لي في الكومنت. كان معكم محمد الحمود من قناة اميزنج جيم، مع السلامة.